السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتكلم عن فوائد فاكهة التنين. فاكهة التنين تعد من الفواكه الغير المشهورة وبالخصوص في وطننا العربي، وعادة ما تكون فاكهة التنين والمعروفة أيضا باسم البطايا حمراء داكنة أو وردية أو صفراء اللون، وتحتوي على لب حلو لكن دون نكهة خفيفة. موطن فاكهة التنين هو المكسيك وبعض البلدان في أمريكا الجنوبية. وعلى غرار فاكهة التنين الشوكي، فإن خصوصية فاكهة التنين هي أنها تأتي من الصبار، ويتميز هذا الصبار بأنه بيضاوي الشكل به أشواك من الخارج، ويمكننا أن نجد 3 أنواع: أصفر من الخارج ولب أبيض وبذور سوداء، أحمر من الخارج ولب أبيض مع بذور سوداء، وأحمر من الخارج وأيضا لب أحمر ببذور سوداء. فاكهة البطايا أو فاكهة التنين هي فاكهة غريبة ذات نكهة خفيفة وممتعة، وهي مثالية بمفردها، كما بالإمكان إدراجها في صنع عصائر لذيذة ومغذية جدا. تعرف فاكهة البطايا أو فاكهة التنين بأسماء متعددة مثل البطايا أو البيكاجون أو اليوريرو أو الوراكو أو فاكهة التنين. ومن خصائصها البيئية والطبيعية أنها تتفتح فقط أثناء الليل، وتنمو عادة في البيئات الاستوائية أو شبه الاستوائية الجافة. تتمتع فاكهة التنين برائحة ونكهة حلوة للغاية، وتتميز بخصائصها الغذائية وفوائدها العديدة. هذا تعريف لفاكهة التنين، والآن سأتطرق إلى فوائد وخصائص فاكهة التنين. فاكهة التنين غنية بفيتامين سي وفيتامين المجموعة بي، غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد. تحتوي على نسبة عالية من الماء، تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، تحتوي على نسبة عالية من الألياف، تحتوي على أحماض دهنية مفيدة مثل أوميغا 3، منخفضة السعرات الحرارية، تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات ومحتوى دهون صفري تقريبا. يعتبر عصير فاكهة التنين عصيرا مغذيا ومفيدا جدا، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ. تساهم فاكهة التنين في تأخير شيخوخة الخلايا. تحتوي بذور فاكهة التنين على دهون أوميغا 3، وهي مثالية لتقوية جهاز المناعة ومحاربة بعض الأمراض. تساهم في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية. تساهم في الوقاية من تصلب الشرايين. فاكهة ممتازة لعملية الهضم السريع وإزالة السموم من الجسم. بمعنى آخر، لها خصائص ملين وتساعدنا على تنظيم العبور المعوي. نظرا لمحتواها العالي من الألياف، فهي فاكهة محببة للجهاز الهضمي، تساعد في التقليل من مخاطر المعاناة من احتشاء دماغي وقلبي، تساعد على منع حصوات الكلى. نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية، فإن استهلاكها بشكل منتظم يقلل من انتشار الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور الأورام السرطانية والأمراض الخطيرة الأخرى في الجسم. كما تعمل هذه الفاكهة على تنظيم مستوى السكر في الدم، تحفز إنتاج الكولاجين، تحسن امتصاص الحديد، ممتاز لتكوين العظام والأسنان، التقليل من مستويات حمض البوريك. كونها غنية بالماء والألياف وقليلة الكربوهيدرات، فإن استهلاكها ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نوعا ما من النظام الغذائي لفقدان الوزن والتخسيس. كما تعتبر فاكهة التنين مصدرا رائعا للمغنيسيوم من المغذيات الدقيقة المهمة جدا، والتي تشارك في العديد من الوظائف التي يتم إجراؤها في أجسامنا مثل عمل العضلات والأعصاب، وهي مهمة لصحة العظام الجيدة ولجهاز المناعة. يمكن أن تساهم في الفينولات الموجودة في البطايا والأطعمة الأخرى ذات الأصل النباتي بشكل إيجابي للغاية في الوقاية من الأمراض التنفسية العصبية مثل مرض الزهايمر.
كما أن لفاكهة التين فوائد كثيرة للشعر، تساهم في الحفاظ على صحة الشعر، وتساعد تركيبتها الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكاروتينات على إبقاء بصيلة الشعر مفتوحة، وبالتالي المحافظة على صحة الشعر ونعومته. كما أن فاكهة التنين غنية بالعناصر الغذائية، لذا فهي تعمل بشكل رائع على الشعر المصبوغ أو المعالج كيميائيا. تحتوي فاكهة التنين وخاصة الصنف الأحمر على الكثير من مضادات الأكسدة والإنزيمات التي تجعل شعرك أكثر نعومة وصحة. لهذه الفاكهة فوائد كثيرة على البشرة. الفاكهة هي الحل لجميع مشاكل بشرتك، حيث تساهم تركيبة الفواكه الغنية بالفيتامين والمعادن بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكاروتينات في علاج حتى الحالات الشديدة من حروق الشمس وحب الشباب، مما يجعل بشرتك ناعمة ومشرقة. المكونات الطبيعية لهذه الفاكهة الغريبة هي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وتبطيء عملية الشيخوخة، هذا يجعل بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر نعومة. كما هذه الفاكهة فوائد للحامل، فهي غنية بالكالسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم، وتعتبر صحية للنساء الحوامل عند تناولها بكميات محدودة، فهي فاكهة آمنة. فاكهة التنين للأطفال، تعتبر الفاكهة من أفضل الأشياء التي يمكن تقديمها للأطفال مع بعض الخضروات، ولكن ليست كل الفواكه مناسبة للأطفال خاصة إذا كان عمرهم أقل من عام واحد. فاكهة التنين هي تمرة عدة أنواع مختلفة من الصبار التي تزرع في المناطق استوائية وشبه استوائية، تشتهر بمحتواها الغذائي العالي، لكن هل هي مفيدة للأطفال؟ تحتوي فاكهة التنين على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين B3 وفيتامين C والحديد والكالسيوم، كما أنها غنية بالألياف مما يحسن حركة الأمعاء، مما يجعلها خيارا جيدا لتقديمها لطفلك. على الرغم من أنه من المستحسن الانتظار لمدة تصل إلى عام، إلا أن بعض الأمهات يقدمن فاكهة التنين لأطفالهن في وقت مبكر من 6 أشهر، ويتعاملون معها جيدا ما لم يكن لديهم حساسية. فاكهة التنين لها فوائد كثيرة، وأنا قدمت لكم يالله القليل منها، ونتمنى تكونوا استفدتوا، وجزاكم الله بالخير على المتابعة.